لا يفوتني في هذا المقام التذكير بمساهمة المؤسسات الصناعية الناشطة في مجال الصناعة الكهربائية في رفع مستوى حجم الإنتاج الوطني الذي ساهم في تقليص قيمة الواردات والشروع في عمليات التصدير لبعض المنتجات الكهربائية المحلية نحو عدد دول أغلبها على مستوى القارة الإفريقية. ساهم قطاعنا في تقريب حوالي 30% من الاستيراد من هذه الآلات من هذه المواد.